اهلا، انا داليا. النهارده جايه لكم بطريقتي في عمل كبده بالرد، سهله وجميله وبتطلع بالظبط كانك شاريها من بره. بس قبل ما نبدا، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدا. عندي التوابل مع قلت لكم الهريسه اللي عملناها. اول حاجه هبدا بيها هنزل التوابل كلها، توابل فلفل احمر، جنزبيل، جوزة الطيب، الهريسه اللي عملناها، وكزبره وكمون، وكله هنزله. الخل والليمون، خد حبة دقيق عليها، خدها هي بتكون شريحة كده سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. بس كده هروح بيهم على النار. وادي الكبده اللي بالردة خلصت. كده والكبده خلاص خلصت. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه.